there is always difference between our imagination and the reality. Suppose, for example, I'm listening to song. I'm using my earphone and listening to the song and I'm repeating. My imaginations come that like it's proven to me, yes, I'm singing as the singer. Okay, but it's really wrong. Our imagination is something else and the reality is something else. So today I had a very funny idea. I just want to know the reality and difference between the imagination and the reality of our voice once we are recording or we are singing. So in this video you will see that I don't want to talk much, so enjoy the video and please don't laugh. دايما لما بسجل ريكورد في الواتساب وبعته لحد، دايما لما بسمع صوتي في التسجيل بعد ما بعته بحس ان في صوتي فيه تخلف، صوتي مش طبيعي، تمام؟ وفي نفس الوقت انا مش مصدق هو ده صوتي ولا لا. فانا النهارده الصراحه جات لي فكره، كنا قاعدين انا والشباب، جات لي فكره ان اعمل حاجه حلوه كده فاني، اللي هي ايه، اخليه يسمع اغنيه حاطط السماعه في ودانه والاغنيه شغاله بصوت عالي، تمام، وهو يردد وراها ويغني. طبعا هو مش هيكون سامع المحيط اللي حواليه، هيكون هو بس سامع الاغنيه وهو يعيش الجو ويدخل في المود ويغني ونشوف صوته على الحقيقه. لا احنا دايما احنا كبني ادمين تخيلاتنا واحنا بنغني مع الاغنيه، التخيلات بتاعتنا مختلفه وصوتنا الحقيقي مختلف، اللي هو صوت عره الصراحه يعني. فانا جربت النهارده والحمد لله اكتشفت ان صوتي بس مش عره يا جدعان، انا صوتي محتاج ضرب الجزم. وبرده مش انا لوحدة عملت، في واحد صاحبي عمل، فاستنى. باز آمدی ای جان من جان ها فدا، هي اللي عذاب معاك انا كمش لاحي اداوي جروح، والايام بتفوت وتروح وافضل اعيش على وتروح، من يوف قلبي من يوم ايه جان تو جان من صد همچمن قربان تو قربان تو. وفي ليالي عذابي معاك كنت بعلم نفسي واقول دايما وانا في مرارة على طول، امتى الاقي الحل معدول زي بيت خلي الله، لياليك يا حرام يا حرام الله، كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي بارك يا حرام يا حرام الله، كنت فين يا غرام كنت فين وانا قلبي ده. وفي ليالي عذابي معاك كنا عقلي خلاص هيطير، كنت كلامي ملوش تأثير كنت بكد قلبي كتير من غير يسأل اي دليل. وفي ليالي عذابي معاك انت بعاند في الايام، كنت انا بسهر وانت تنام، واللي شوفني يقول يا حرام حتى الصبر صعبت عليه. ايه طف دريا سري دريا نمام. بعد ما الفيديو خلص وبطني مش قادر امسكها من الضحك وصدعت من كتر الضحك، وجات المفاجأة اني عايز امسك تليفون وافتحه واشوف صوتي. انا بجد انا اول
ما فتحت الفيديو جات لي صدمة معوية مقولكوش زي ما انت هتتصدموا في الفيديو. انا بجد ما كنتش متخيل ان صوتي كده يا جدعان، صوتي بجد حاجة خرا حاجة زفت بجد، انا مش قادر. اتمنى انكم اتبسطتوا في الفيديو، و هي فكرة بسيطة لذيذة كيوت جميلة، واتمنى انها تعجبكم يعني، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية جديدة. ومتنسوش بقى اللي هي البسبوسة والبقلاوة والمهلبية، اللي هم يبقى اللي هو السبسكرايب والشير واللايك، وبعد لاصحابك. واذا ما اتفرجتش على الفيديو بتاعتي القديمة، انا عارف انك ما اتفرجتش عليها، فانت ارجع على الفيديوهات بتاعتي القديمة واتفرج عليها، انا هعرف انك اتفرجت ولا ما اتفرجتش. I hope you guys enjoyed the video. It was like a small funny idea and was like fast. Don't forget to like the video and subscribe and share. And if you did not watch my previous videos, please go back and watch it and enjoy. And please, whatever you need as an idea in my channel, please put in comments. Ibrahim, I want that and I will go forward. Thank you so much and good night. Bye.